انتظم طلاب 12 محافظة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، فيما يستعد طلاب في باقي المحافظات للبدء اعتبارا من الغد. وأكدت وزارة التربية والتعليم وصول نحو 95% من الكتب الدراسية إلى جميع المديريات والمدارس، فيما انتظمت الدراسة في عدد من الجامعات التي اتخذت كل التدابير من أجل بدء العملية التعليمية. بهدوء انطلق الفصل الدراسي الثاني في المدارس والمعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية والثانوي. تحقيق الانضباط وانتظام اليوم الدراسي هو العنوان الذي يهيمن على نشاط الوزارة خلال الفصل الجاري، وعليه فقد بدأت على الفور لجان المتابعة بالمديريات والوزارة بالمرور بشكل دوري على المدارس مع بداية انطلاق الدراسة، إضافة إلى التنسيق الكامل مع مديريات الأمن وأقسام الشرطة لتوفير دوريات متحركة للمرور على المدارس للاستجابة لأي شكوى، فضلا عن التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير زائرة صحية وطبيب في كل مدرسة. الدراسة بدأت في 12 محافظة هي الإسماعيلية والفيوم والمينيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا وشمال سيناء. وفي محافظة أسيوط انتظمت جميع مدارس الثانوي العام والفني والإعدادي والابتدائي ورياض الأطفال بإجمالي 2766 مدرسة. وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح فتحي صرح خلال حضوره أول أيام الدراسة بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأن جميع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وصلت إلى مقر المديرية وتم توزيعها على الإدارات المختلفة. بدأت الدراسة في جميع مراحل التعليم بواقع 2766 مدرسة على رأس العمل النهاردة كلها منتظمة. الحمد لله ولأول مرة الكتب الدراسية وصلت بنسب عالية جدا. غرفة عمليات الوزارة بدأت عملها لاستقبال أي شكاوى من جانب الطلاب أو أولياء أمورهم، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية للوزارة من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات أي شكاوى تتعلق باليوم الدراسي، سواء حالات التعدي أو المشكلات المتعلقة بالمصروفات الدراسية، وكذلك كافة القضايا المتعلقة بالمنظومة التعليمية. مزيد من المتابعة مشاهدي الكرام عبر الهاتف، معي بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ بشير أهلا بك. أستاذ بشير مع حضرتك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا، أكيد أنا سامع حضرتك. تحياتي، كل سنة وحضرتك طيب وكل ولادنا طيبين. وأسألك أول ما أسأل حول مسألة الانتظام في الجزء في الفصل الثاني من العام الدراسي، دائما ما نعاني هذا الأمر الفصل الثاني فقط والاستعدادات بشكل عام، تفضل يا فندم. زي ما ورد في التقرير اللي سمعته منذ لحظات، الدراسة انتظمت النهاردة في 12 محافظة. نعم. غدا تنتظم في كل محافظات مصر. الكتب وصلت منذ وقت مبكر، 95% منها وصل إلى مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية. تم طباعة 99% من الكتب. كانت توجيهات الدكتور جلال الشربيني وزير التربية والتعليم لكل مدير مديريات من خلال كتب دورية انه الكتب تكون بين ايدي الطلاب منذ اليوم الاول للدراسة. يمكن بكرة تنتظم ايضا الدراسة في مدارس المتفوقين، تطبيق اكثر للانشطة داخل المدارس. يمكن في عطلة نصف العام كانت الانشطة موجودة في كل المدارس على مستوى الجمهورية. 30% من منظومة التعليم تم تخصيصها للأنشطة، الحرص على طابور الصباح وعلى الإذاعة المدرسية وعلى تحية العلم من خلال آلات موسيقية. غرفة العمليات هناك أكثر من رقم للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة، بالإضافة إلى موقع الوزارة، اتفاق مع مدير مديريات ومدير إدارات مدير مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ووكلاء وزارة الصحة بالتأهب لاستقبال التلاميذ اليوم. النهاردة مر الحمد لله دون أن ترد أي ملحوظات لغرفة عمليات الوزارة. طيب، زي ما كنت بسأل حضرتك بقى، ضمانات التزام الطلاب خاصة طلاب الثانوية العامة وكتابة بعد كتابة الاستمارات، يعني الاستعدادات الخاصة بطول الفصل الدراسي الثاني.
يمكن اسبوع الانضباط اللي اشار اليه السيد الوزير منذ ايام، اسبوع الانضباط المدرسي ده بيشمل كل شيء، بيشمل طابور الصباح، بيشمل انتظام الطلاب والمدرسين. بنامل ان يستمر هذا الاسبوع طوال اسابيع الترم الثاني من الدراسه ان شاء الله. انضباط المدرسين، اعتقد المدرسين يعني لو قارنا السنه دي بالسنه اللي فاتت والسنه اللي فاتت اللي قبلها هنلاقي عدد كبير جدا من الطلبه متواجدين، خاصه طلبه الثانويه العامه. وتطبيق نظام البوكلت اعتقد يا استاذ محمد انه هيكون كفيل بعوده طلاب الثانويه العامه الى المدارس، خاصه ان ما نطلق عليه سناتر او مراكز دروس خصوصيه اصبح يتضاءل بشكل كبير هذا العام. اظن يعني انه الطلاب بقى بياخدوا الحصص الدراسيه داخل، مش الحصص، المجموعات التقويه وغيرها داخل المدرسه نفسها. مجموعات التقويه هي بديل اساسي الى جانب اشياء اخرى، بديل اساسي لمراكز الدروس الخصوصيه. مجموعات تقويه موجوده على مستوى الجمهوريه، كل مجموعه بتضم 25 طالب، بيدفع الطالب رسوم بسيطة جدا، يذهب 90% منها إلى المدرس للارتقاء بمستوى المادي، و5% للإدارة التعليمية، و5% لإدارة المدرسة. هناك محافظات كانت بارعة في تطبيق هذا النموذج مثل الإسماعيلية وبورسعيد، حيث خصصت قاعات كبيرة أشرف عليها السادة المحافظين لمجموعات التقوية. وإن شاء الله يعني في الترم الثاني يكون تفعيل أكثر لهذه المجموعات مع المراجعات اللي بتحصل لابنائنا في الثانويه العامه في نهايه العام الدراسي. شكرا جزيلا لك يا استاذ بشير حسن، المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم.